عمرك فكرت إنه ممكن يكون في جزء فيك منافق؟ هل هاي الكلمة بتهز كيانك؟ يعني معدتك بتحس إنها بتنهز لما أحكي هاي الكلمة؟ عشانه بالنهاية أنت فيك جزء منافق، وأنا فيه جزء منافق، وصلاح اللي ورا الكاميرا فيه جزء منافق، وكل حدا ماشي بالشارع فيه جزء منافق. النفاق هي مش مسبة زي ما احنا تعلمناها سبع واحد بالشارع إنه بنافق. النفاق هي ببساطة أنت مش عارف وين أنت. أنت حاط حالك بمحل أعلى من المحل الحقيقي اللي أنت فيه. وكيف هذا الإشي بيأثر على تطورك؟ لما أنت تكون مفكر حالك واصل مرحلة أنت لسه ما وصلتها، أنت حرفياً بتسكر أي إمكانات تطور في هداك المكان. وعشان اللي بحكيه ما يبين طلاسم مش مفهوم، خليني أعطيك مثال واقعي مر بحياتي، وفي أمثلة كثير بتمر كل يوم مشابهة لها. بتذكر تقريباً قبل يمكن سنة أو سنة ونص كنت مع صديق إلي بثق فيه كثير، فبيحكي لي: إيهاب، في إشي بطاقتك، في إشي بترددك، بالفريكوينسي تاعك، في إشي بالطريقة اللي بتحكي فيها بتدل إنك لسه ما ارتبطت أو ما اتصلت مع روح رسالتك، ما اتصلت مع الروح أو القلب الوجودي لرسالتك. طبعاً شخص زيي كان عم بيحكي عن البيربس لسنين وسنين وسنين، واحد من برا يحكي له هاي الكلمة أكيد رح تهزه، عشان المنظومة الفكرية المنتل ستراكشر اللي بنيتها مبنية على أساس أني أنا شخص عايش رسالته. فشخص يجي يحكي هاي الكلمة بتهز الأساسات أو القواعد للمنظومة الفكرية اللي أنا بنيتها. بس عشانه وصل فيه النضوج وقتها اني اقدر دائما اسمع واعرف لما اشي ينهز انسكيورتي تتحرك فيه جواتي، معناته في اشي انا لسه ما وصلتني الصوره الكامله للوضوح عنه. فروحت على البيت ودخل جوا حالي وبلشت اتامل بهذا الموضوع، وصل لي وعي انه بلكي جد انا مش عايش البيربس تاعي، بلكي انا عمري ما عرفت شو معنى كلمه بيربس. بس لاول مره كنت بتامل على هذا الموضوع مش من محل تقل، كنت بتامل فيه من محل راحة، من محل استمتاع، عشان حسيت لحظتها إنه إذا أنا مش عايش البيربس تاعي وهالقد حياتي كان فيها متعة وكان فيها إدراك وكان فيها تطور وكان فيها إلهام، معناته إذا أنا فتحت لرسالتي رح يكون في إشي جديد أنا لسه في حياتي ما شفته. فبدال ما يكون موضوع بكئب اتحول لفرصة للتطور. قادر تشوف الفرق بطريقة النظر للموضوع؟ فعلا وقتها حكيت أنا ما بعرف رسالتي. هاي اللحظة اللي بلش يولد معارف جديدة عن رسالتي في حياتي ما تخيلت إني بعرفها، هاي اللحظة اللي بلش يولد مستوى وعي جديد عن السبب الوجودي اللي أنا روحي موجودة فيه على الأرض في حياتي ما لمستها. هاي الأسباب كلها طلعت عشان اعترفت وين أنا. فبالملخص بهديك اللحظة اتخلصت من النفاق عشان عرفت وين أنا. لما كنت مفكر حالي بمحل أعلى من وين أنا، كنت مسكر أي نوع معارف جديدة تدخل إدراكي. هل عم بوصلك اللي عم بحاول أوصل لك إياه؟ عشانه كل يوم في محلات في حياتنا بتواجهنا فيها نفاق. وكيف بدك تبلش تكسر هذا النفاق؟ كيف بدك تبلش تنهي سايكل النفاق؟ أو على الأقل تبلش تتحرر منها؟ والموضوع سهل والحل سهل، وهذا الحل أخذ سنين وسنين وسنين من النضوج الفكري والعاطفي عشان أوصل لك إياه بهاي البساطة. فما تستسهل اللي بدي أحكي لك إياه وتخليها جملة بتعدي، بالعكس خليه عنوان تعيش فيه حياتك. والحل هو كالتالي: عشان تعرف وين أنت، اتطلع على أحاسيسك مش وين بتفكر أنت وين. رح أعيدها مرة تانية: عشان تعرف وين أنت، اتطلع على أحاسيسك مش وين بتفكر أنت وين. عشان التفكير أو الجزء الذهني بدخل فيه الإيجو، بدخل فيه نظام الخوف. نظام الخوف دائما رح يخليك تتطلع أنك 2 أو 3 steps أعلى من المحل اللي أنت فيه، بس أحاسيسك لا يمكن تكذب عليك. طيب يمكن بتفكر: بس إيهاب أعطيني مثال يوضح لي الصورة. حلو، خليني أعطيك مثال عام. يمكن انت بتفكر انه انا ما عندي مشكله مع 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 التمييز العنصري على حسب اللون، انه اذا واحد لونه ابيض او واحد لونه اسود بالنسبه لي هذا كلها انسان، كلها واحد. طبعا هاي الجمل الحلوه بنسمعها بالمحلات الروحيه: كلنا واحد، كلنا انسان، كلنا بنحب بعض. بس اذا بدك تعرف حقيقي وين انت،
اقعد مع واحد لونه مختلف عن لونك وتطلع شو بتحس بجسمك. الإحساس رح يحكي لك. إذا كنت حاسس سلام معناته فعلياً أنت شايف أو متصل معه على بالإنسانية. إذا حسيت غضب، إذا حسيت في شيء مضايقك، معناته أنت بهذا المحل لسه ما نضجت أنك توصل مرحلة اللي تشوف الناس على مستوى الإنسانية. وهذا الإشي مش عيب، هذا الإشي مش غلط، بالعكس تعرف وين أنت هي أول مرحلة للتطور، عشان لو عرفت وين أنت وتقبلت هنا بتبلش مساحة التطور. وبالنهاية هذا هو السوسة اللي النفاق بتغذى عليها، بتغذى على عدم تقبل الذات، عشان هيك بيحاول يحطك بمحلين أو ثلاثة أعلى منه، أعلى من وين أنت، عشان تحس تقبل للذات. بس لو صار عندك إحساس بالتقبل وين ما أنت هلأ، شو ما كنت هلأ، بأي مرحلة من التطور الذهني أو العاطفي أو الروحاني، وقتها رح تبلش تفهم حالك، وقتها رح يصير فيه تطور سريع، وقتها رح تبطل جاهل أنت وين، رح تصير عارف أنت وين، وتفتح لاحتماليات جديدة. فبالنهاية رسالتي إلك، وين ما أنت هلأ تمام، وين ما أنت في حياتك ما في مشكلة، وين ما أنت في حياتك حلو، كل مرحلة إلها تطورها، وكل مرحلة إلها نشوتها. فاعرف وين أنت وتقبل وين أنت، بأنك تتطلع على الأحاسيس وين أنت. وشكراً.